أهلا بك دكتور علي، تعازينا الحارة. تعليقكم الأولي على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا حقيقة نقدم عزاءنا وفي نفس الوقت تهنئتنا إلى العالم الإسلامي بارتقاء روح الشهيد القائد المجاهد الأستاذ إسماعيل هنية، بارتقائه روحه المباركة إن شاء الله إلى درجة الشهداء، وهذا ما نسأل الله سبحانه وتعالى له، وهذا ما كان يريده من يوم تعرفت عليه، فكان يسير بروح الشهيد. وكذا ولذلك لم يتأثر أستاذ إسماعيل بكل هذه التضحيات الجسام التي قدمها أسرته، أهله، أولاده استشهدوا، أحفاده استشهدوا، إخوانه استشهدوا أغلبهم، أخواته استشهدنا. كان في كل ذلك كنت أراه ليس صابرا فقط، وإنما كان شاكرا وراضيا لله سبحانه وتعالى. وحقيقة أنا ما كنت أستطيع أن أفسر هذا الرضا إلا بأنه كان يحمل روح الشهيد، فرحمه الله رحمة واسعة وحشره مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنا أعتقد نحن في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين نؤكد على ما سمعنا من هذه الكلمات الطيبة من قطر ومن تركيا، وبخاصة الكلمة التي قالها فخامة الرئيس قبل يومين أو أكثر من يومين، بأنه لا بد من التحرك فعلا كما تحركت تركيا في ليبيا وكذلك في أماكن وفي سوريا، فلا بد أن تتحرك تركيا وأن يتحرك العالم العربي والعالم الإسلامي. الآن لم يبقى هناك خط أحمر ولا أي خط من الخطوط لم يتجاوزها العدو الصهيوني المحتل الغادر المجرم، قتل النساء وقتل الأطفال ودمر غزة بالكامل، والعالم كله يشهد على ذلك. فلذلك أنا أعتقد أهم رد على رد إيجابي على هذا الاستشهاد هو أن ننفذ دعوته الأخيرة لأستاذ إسماعيل هنية رحمه الله. قبل يومين أو ثلاثة عفوا دعا إلى النفير العام في يوم 3 أغسطس، يعني يوم السبت القادم. فنحن حقيقة هذا هو رد الفعل، أن الأمة تتحرك فعلا، الشعوب تتحرك وتضغط على الحكام الذين لا يستجيبون لنصرة المظلومين في غزة. هذا هو أنا أعتقد أهم رد فعلي على ذلك. نعم دكتور علي، ماذا عن القضية الفلسطينية؟ ما هو المطلوب بالنسبة للعالم العربي والإسلامي من أجل إنصاف القضية الفلسطينية؟ أما آن لها أن تنصف هذه القضية؟ وأما آن للاحتلال الإسرائيلي أن يفهم بأن مثل هذه القضايا لا يمكن أن يقضى عليها بالتقادم ولا يمكن أن تنتهي بالاغتيالات؟ أنا أعتقد أخي الكريم القضية الفلسطينية تعودت على تقديم القرابين والشهداء منذ عام 1929 حينما قامت الحركة وحينما قامت الثورة، ثورة براق، والشهداء كثيرون من كل الجبهات. وربما لا ننسى استشهاد الشيخ أحمد ياسين وشيخ الرنتيسي وكذلك قادة المقاومة في الجهاد الإسلامي وفي فتح وغيرهم. حقيقة فالشهداء ودماؤهم لن تزيد القضية إلا ثباتا ورسوخا، وأن هذه الدماء هي التي تزرع النصر إن شاء الله، وتشهد عند الله سبحانه وتعالى بما تفعله هؤلاء، بما يفعله هؤلاء المجرمون الصهاينة في أرض فلسطين وفي المسجد الأقصى وفي غزة. فلذلك القضية تبقى
ولكن هذا واجبنا نحن. اليوم العالم حقيقة الحرب العالمية الثالثة متحققة بكل ما تعني الكلمة، حوالي 70% من قوى العالم مع دولة الاحتلال في ضرب غزة، بل إنه هذا المجرم يذهب إلى أمريكا التي تدعي الحرية وحقوق الإنسان وحقوق الأطفال، وصدعوا رؤوسنا بهذه الأمور، وإذا بهم يصفقون لهذا المجرم القاتل ليس بشهادة المسلمين وإنما بشهادة المحكمة الدولية. أنا أعتقد الآن لم يبقى هناك أي عذر لأمتنا الإسلامية بأن لا تتحرك. يجب عليها أن تتحرك شرعا، ويجب عليها أن تتحرك عقلا، ويجب عليها أن تتحرك فطرة، ويجب عليها أن تتحرك من ناحية الدفاع عن المظلومين وعن الإنسان. اليوم أثبتت قضية غزة أن الغرب متعر تماما عن القيم، وأنا أتكلم عن السياسيين ولا أتكلم عن الشعوب الطيبة والجامعات التي ثارت لأجل قضية فلسطين، لكن السياسيين في معظم الدول الغربية وبخاصة في أمريكا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا تعرضت أحوالهم تماما. ليس هناك مبادئ ولا قوانين ولا أخلاق ولا قوانين دولية، فلازلنا نحن نسمع أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، سبحان الله. نعم. طيب وبقية الناس ليس لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم؟ هذه الإزدواجية وهذا النفاق حقيقة لا بد أن نستفيد منه وأن نتحد. اليوم يجب على المسلمين أن يتحدوا على كلمة سواء لأجل هذه القضية، بل لأجل أنفسنا. ما فعلته دولة الاحتلال اليوم بغزة بعد يعني فترة وجيزة تفعلها في الأردن ثم تتجاوز إلى بقية الدول. وإنني أرحب بهذه الكلمة الطيبة التي قالها أستاذ الرئيس أردوغان حينما قال أن حماس والمقاومة خط الدفاع الأول عن أناضول. هذا هو الصحيح، هذا هو خط الصحيح عن أناضول وعن الرياض وعن الدوحة وعن كل العواصم العربية والإسلامية. أريد أن أفهم وجهة نظرك بمسألة دعم هذا الخط الأحمر، خط الدفاع عن الأمة العربية والإسلامية وعن الأناضول، هذا من جهة، وأريد معرفة رأيك أيضا دكتور علي من ناحية أخلاقية وإنسانية، عندما ينشر المكتب الإعلامي للحكومة الإسرائيلية صورة للشهيد إسماعيل هنية ويكتب تحتها تم التخلص منهم، بأي مبدأ أخلاقي إنساني يمكن أن تتم الشماتة بالموت ويعترفون أنهم هم فاعلون؟ هذه حقيقة بالمناسبة حقيقة قرآنية، بأن الله سبحانه وتعالى حينما يريد أن يقضي على مفسدة اليهود الثانية، ولقد حينما رب العالمين قال تفسدن في الأرض مرتين، ففي المرة الآخرة والله أعلم نحن فيها، أن الله بيّن بأن هذه المفسدة تبدأ، نهاية هذه المفسدة الثانية بإساءة بتصرفات تفعلها الصهاينة فتؤدي إلى سوءات وجوههم وسواد وجوههم وتعريهم عن جميع الأديان والأخلاق والقيم، وهذا نص القرآن الكريم. فإذا جاء وعد الآخرة أي المفسدة الآخرة، إذا جاء وعد الله سبحانه وتعالى بالقضاء على مفسدتهم الثانية والأخيرة، فإذا جاء وعد ليسوءوا وجوهكم، أول مرحلة من مرحلة انتهاء دولة الصهاينة، دولة الظلم، دولة الاحتلال، هي لابد أن تساء وجوههم، أن يتصرفوا تصرفات تسود وجوههم حتى ينكمش عنهم العالم. كان العالم كله في السابق كانوا مع اليهود، لأن اليهود كانوا يدعون أنهم مظلومون، أنهم هولوكوست، أنهم والعالم معهم. ليست السياسة وليس السياسيون فقط. الآن كما نرى في أمريكا المظاهرات التي
قامت ضد نتنياهو كانت مظاهرات مليونية في واشنطن، وكذلك الجامعات الأساسية، وكذلك في أوروبا. الآن ساعد وجوب، فهذا إرادة الله سبحانه وتعالى، لأنه كيف يمكن أن نحاربهم والعالم معهم؟ أول مرحلة ينكمش العالم المحترم على أقل تقدير عنهم، ينكمش ويبتعد عنهم العالم الذي كان معهم لأجل أنهم كانوا مظلومين، اليوم أصبحوا ظالمين. فلما ينكمش عنهم العالم بالتأكيد ستنكمش وتبتعد عنهم السياسة والسياسيون، لأن السياسيون لأن السياسيين عفوا يعتمدون في الأخير على أصوات الشعوب، فإذا كان هناك فإذا كانت الشعوب لا تريد فبالتأكيد سيكون هذا الدعم سيقل. واليوم حقيقة قضية غزة وهم دولة فئة قليلة جدا، حماس كشفت بأن إسرائيل ليس لها مقومات البقاء، لو ما كانت أمريكا تقف مع إسرائيل وتدافع عنها وتحميها بكل أساطيلها وبكل أسلحتها لما استطاعت أن تقف أمام حماس، فما بالك بالأمة الإسلامية والأمة العربية وهذه القوى. فلذلك حينما تنكمش وتبتعد هذه السياسات ستنتهي إسرائيل، لأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى في الظلم. وأنا أقول أكثر من ذلك، أن إمبراطورية الشر والظلم التي تقف مع هذا الظلم وبخاصة مع ما حدث في غزة، أنا أعتقد حتى هذه الإمبراطورية بداية النهاية لزوالها، لأن الظلم وصل إلى حد كبير، وكما قال رب العالمين فهذه سنة الله، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.